حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. قبل أن ندخل في ملفنا الثاني، دعونا نتوقف قليلا مع لقطات للكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، كتبت صحيفة الاندبندنت البريطانية في نسختها العربية متحدثة عن وضع العاصمة المؤقتة عدن، والتي تعرضت لتمرد انفصالي من ميليشيا مدعومة من الإمارات. وذكرت الصحيفة كيف أن المدينة تتعرض لاختلالات أمنية وكذلك مشكلات في معيشة المواطنين وخاصة قطاع الكهرباء. نتابع التقرير. كتبت صحيفة اندبندنت في نسختها العربية عن حال مدينة عدن، حيث تحررت من جماعة الحوثي منتصف تموز 2015، ومنذ ذلك الحين اتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، فشهدت عودة افتتاح معظم المكاتب الحكومية والخدماتية وعدد من القنصليات الدبلوماسية لدول عربية وأجنبية، في حين كانت تقيم بها الحكومة اليمنية ورؤساؤها المتعاقبون، إضافة لإقامات محدودة للرئيس هادي الذي يقيم بشكل دائم في العاصمة السعودية منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015. وشهدت المدينة تعافيا نسبيا في مستوى الخدمات، غير أن حالة الانقسام السياسي والانفلات الأمني اللذين ظلا سمتين ملازمتين للمدينة منذ تحريرها عملت على تهيئة مناخات الاحتراب الذي بلغ ذروته في الرابع من أغسطس الماضي، واندلاع معارك عنيفة استمرت 4 أيام بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله، انتهت بسيطرة الأخير في 10 من الشهر ذاته على كافة مفاصل المدينة بقوة السلاح وطرد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وانتهاجه بحسب مراقبين للعنف سبيلا لفرض خياراته السياسية وشن حملة ملاحقات واعتقالات طالت أعضاء الحكومة ومنتسبيها، الأمر الذي انعكس بدوره على الحياة العامة وخدمات المجتمع في ظل هذه المستجدات الجديدة والانقسام السياسي الحاد الذي لم يجد لغة لترجمة وجهات التباين سوى لغة السلاح. وتعاني المدينة منذ أسابيع من تردي الخدمات وانعدامها، كما هي حال الكهرباء في منطقة تعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة والرطوبة العالية، مع تهديدات حقيقية بتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة في ظل وضع اقتصادي هش. وتزايدت أخيرا ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن عدن والمحافظات المجاورة لها كأبين ولحج ل3 ساعات مقابل تشغيل التيار لمدة 2 ساعة فقط، بعد أن كانت عملية الانقطاع خلال الأيام السابقة 2 ساعة انقطاع و4 ساعات تشغيل. إذن تقرير يوضح الأمور في عدن التي تتعرض لحالة تمرد شبيهة بما تعرضت له العاصمة صنعاء من انقلاب للحوثيين. الميليشيا الانفصالية التي ترعاها الإمارات لم تقم بأي خدمات لمدينة عدن منذ كان زعيمها عيدروس الزبيدي محافظاً لمدينة عدن ومقسما أمام هادي بشرعيته. الآن عيدروس هو زعيم الميليشيا التي قامت بالتمرد وطرد الحكومة الشرعية، لا زال الوضع في عدن على نفس الحال، بل يتردى يوما بعد يوم، خاصة مع ما يقوم به ما تقوم به الميليشيات من حملات القمع الأمني ضد المعارضين، وهو ما دفع الكثيرين للخروج من مدينة عدن بسبب تلك الأوضاع. هناك اتهامات متبادلة ذكرتها صحيفة الاندبندنت بخصوص ما جرى
فقد أفادت الحكومة المعترف بها دوليا بأن التطورات الأخيرة في عدن وما نجم عنها من تمرد وانقلاب مسلح هو ما ساعد على التدهور الكبير في الخدمات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء نفيه الاتهامات والإشاعات المتواردة في وكالات الأنباء بحسب الانفصاليين أن الحكومة ترفض تزويد المدينة بالمشتقات النفطية، قائلا بأن ما يحدث هو فقط بسبب أن الميليشيا هي من تسيطر على المدينة وتمنع وصول تلك الخدمات. فيما قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الناصر الوالي في بيان أن وزيري الكهرباء والمالية في الحكومة اليمنية هما من يعرقلا دخول المشتقات النفطية. لازلنا في محاولة للوصول للصحفي أمجد خالد الصحفي اليمني. نعم، إذا معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أمجد ماهر الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ أمجد مرحبا بك. أهلا وسهلا، ولكن عذرا الاسم أحمد ماهر وليس أمجد. نعم أستاذ أحمد ماهر حياك الله معنا. إذا كيف تعلق على هذا التقرير للصحيفة البريطانية في نسختها العربية وهي تقول أن مدينة عدن يعني في ظلام دامس؟ أولا مدينة عدن هي العاصمة المقاطعة لليمن التي كانت تتواجد فيها الحكومة الشرعية بكافة قوامها الإداري الذي كان يعمل من أجل تخفيف معاناة المواطنين وإيجاد الخدمات فيها. بعد انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على الحكومة الشرعية في محافظة عدن تغيرت المعادلة كليا. أصبحت عدن تعيش فوضى عارمة في أكثر المرافق الحكومية، وأكثر القيادات إن كانوا وزراء أو إن كانوا في الحكومة أو حتى على نطاق الوكلاء والمدراء العموم في محافظة عدن غادروا المدينة بسبب بطش الانتقالي وأعمالهم الكبيرة والفوضوية، لأنهم عبارة عن ميليشيات مسلحة خارجة على نطاق الدولة. هناك أعمال كثيرة رصدت في عدن من انتهاك لحقوق الإنسان ومن سجن وقتل وتعذيب لكل الأشخاص المخالفين لسياسة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن حتى على نطاق الإعلاميين والسياسيين المخالفين لهم. فمعيار الجلوس في عدن إما أن تكون مناصر لسياسة المجلس الانتقالي أو إنما تصبح مسجونا أو إما أن تغادر هذه العاصمة. عدن الآن تغرق في فوضى عارمة في كافة المجالات وخاصة في المجال الخدمي. أبناء عدن يشتكون من انقطاع الكهرباء فيها، أيضا أبناء عدن يعانون من مشاكل في مياه الصرف الصحي وموجودة في الشوارع، حتى أزمات في المياه، كثير من الأزمات التي الآن موجودة. يعني هذه الأزمات كيف يمكن استيعاب أن تكون هذه الأزمات كلها في عدن والإمارات يعني تعلن دائما عن مشاريع وخدمات ورعاية للمواطنين هناك؟ يعني ماذا تفعل الإمارات يعني في عدن؟ كأحد أبناء عدن أو كصحفي كنت متواجد في عدن طيلة الفترة السابقة لم نلتمس أي أعمال استفاد منها المواطن العدني في نطاق الخدمات أو أعمال الإمارات كلها أعمال صغيرة جدا، إما بإطلاع بعض المدارس أو توزيع بعض السلال الغذائية، وهذا لا يكفي بالغرض. نحن نريد في عدن بنية تحتية، الكهرباء في عدن تشتكي، ومؤسسة المياه في عدن تشتكي، ومؤسسة الصرف الصحي وصندوق النظافة وكلهم يشتكون. لم تدعم الإمارات أشياء كبيرة في عدن حتى نقولها شكرا، لم تقدم شيء للحكومة، لم تدعم حتى مؤسسات الدولة مثل الجيش ووزارة الداخلية. الدعم الذي قدمته الإمارات فقط لبناء ميليشيات مسلحة خارجة على نطاق الدولة، وهي ما تسمى بالحزام الأمني والنقط التي أوجدته في المحافظات الجنوبية. طيب إذا قلنا أنهم فقط يدعمون الميليشيات، قبل أن يكون عيدروس الزبيدي قائدا لميليشيا كان محافظا لعدن ومع ذلك كان مقربا من الإمارات هو ونائبه هاني بن بريك، يعني هل كان ذلك الدعم أيضا مختف من قبل الإمارات
لعيدروس؟ بالنسبة إلى عيدروس الزبيدي فقد تم اختياره من قبل الرئاسة بإعطائه صفة محافظة عدن بعدما كان مشردا في محافظة الأطفال، ولكن الإمارات تسعى إلى استقطاب القيادات الجنوبية النقودة في المحافظات الجنوبية المحررة، منهم من استمع إلى 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 إغراء الإمارات له ومنهم من رفض. عيدروس الزبيدي وقيادات كثيرة من عدن والمحافظات الجنوبية اتجهوا إلى طريق الإمارات لأن وجدوا منها دعما ماليا كثيرا استفادوا منها، لذا أصبحوا يؤيدوا المشروع الإماراتي والأجندة الإماراتية التي تنفذ المحافظات الجنوبية. الحكومة والرئاسة لم تريد أن تدخل مع الإمارات في مشاكل دبلوماسية أو حتى أنهم كانوا يثقون بالإمارات ويثقون بمشاريعهم التي تتساوى مع مشاريع الحكومة أو الحكومة الشرعية والرئاسة والمرجعيات الثلاثة التي قامت عليها الحرب في اليمن والتحالف الذي جاء من أجل دعم الشرعية. التحالف يقول دائما في كافة بياناته الرسمية المنشورة في السعودية أو في الإمارات أو بالدول الداعمة لها أنها جاءت من أجل الشرعية، والشرعية ممثلة بزخامة الرئيس هذه هي من أعطت لدولة السعودية الحق بالتدخل في اليمن، ولهذا أي أعمال تقوم بها الآن الإمارات يعتبر اختراقا لأهداف التحالف الذي جاء من أجل دعم الشرعية. الإمارات الآن انكشفت أمام العالم أجمع أنها جاءت لهدف مشاريع احتلال في المحافظة الجنوبية، وهذا لم أقولها أنا بل قالها أكثر من وزير أكثر. وهناك بيانات رسمية يمنية يعني تعترض على الدور الإماراتي في اليمن، إلا أن يعني هناك أيضا طرف سعودي يجعل من الإمارات وسيطة يعني بين الشرعية وبين المجلس الانتقالي. لو تجاوزنا هذه النقطة لأسألك أستاذ أحمد، يعني الآن هناك تبادل اتهامات بشأن ملف الكهرباء الذي هو محل التقرير الذي عرض في هذه النسخة العربية من الاندبندنت. هذه التبادل الاتهامات كيف يتعامل معها الشارع في عدن برأيك؟ هل هو يقتنع برواية الحكومة أم هو يقتنع برواية الانتقالي؟ أبناء عدن متضررين جدا من ملف الكهرباء. خمس سنوات ونحن نعاني إلى حد الآن لم تحل مشكلة الكهرباء، برغم الدعم الكبير المقدم من الحكومة الشرعية، برغم الدعم المقدم من التحالف، ولكن هناك أيدي تخرب هذه الأعمال، وإلى حد الآن لا زالت أبناء عدن يعانوا من هذه المشكلة. حتى بعدما غادرت الحكومة وجاء الانتقالي وجاءت الإمارات، إلى حد الآن لم يحل. الإمارات والانتقالي وكل هؤلاء يريدون إقحام عدن في فوضى عارمة، يريدون عدن أن تعاني من هذه المشكلات. بالسابق كان لدينا وزير الكهرباء في عدن يتجول ليلا ونهارا ليصلح هذه الكهرباء، أما الآن أكثر الناس المخالفين للانتقال سياسيا والمختلفين معهم غادروا عدن مثل ما قلت لك، ولا يوجد أشخاص مسؤولين في عدن يتجولون في مؤسسة الكهرباء ويصححون الأخطاء، لكن لا يوجد الآن تنمية في عدن. عدن الآن محتلة من قبل مجلس الانتقالي، والحكومة لا تستطيع أن تعمل في عدن ولا حتى أن تتابع ملف الخدمات، حتى الرواتب إلى حد الآن لم تستطيع الحكومة صرفها لأن الانتقالي هو محتل ومنقلب على الشرعية في عدن، والحكومة لا تستطيع أن تعمل في ظل هذه الفوضى العارمة التي حدث في عدن والتي تسبب بها مجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. يعني هو أمر مؤسف أن تتحول عدن التي كانت يعني عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية تتحول إلى ما يشبه القرية بلا خدمات وبلا يعني أي رعاية للمواطنين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد ماهر الصحفي اليمني على مشاركتنا في هذه الحلقة. والأستاذ أحمد يعني من الصحفيين الذين كانوا يعملوا داخل عدن ولكنه تعرض للتهديد والطرد يعني إن صح التعبير من العاصمة المؤقتة عدن. فاصل قصير ثم نكون معكم في ملفنا الثالث في المنتصف.